يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، حياكم الله في برنامج ذكريات لاعب اللي من خلاله راح نستضيف ضيف مميز بلعبه وباخلاقه. لكن قبل اتكلم معاكم ونشوف معنا الضيف، نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وشفنا معاكم هذا التقرير، وكان معانا ضيف مميز بأخلاقه وبلعبة. أنا واحد من الناس اللي عاصرته أيام ما كنت رئيس الوفد ومدير منتخب تحت 19 سنة وأيضا في نادي السالمية. معاي اللاعب محمد هادي. محمد هادي، الساعة المباركة وحياك الله. الله يبارك فيه دكتور، طول عمرك. وتشرفنا أن نكون وياك مثل ما تشرفنا من قبل أن نكون وياك في منتخب نادي السالمية. أقسم بالله يا حلوك. يا حبيبي يا دكتور محمد، ليش اخترت نادي النصر بالذات؟ من اللي شجعك؟ من اللي حمسك؟ قرب البيت من النادي ولا الربع ولا الأهل؟ اشرح لي بداياتك شلون كانت؟ طبعا اللي خلانا اختار نادي النصر جيراننا كانوا عيال الله يرحمه نايف، لا نزل، اللي هم مشعل نايف وطلال نايف. نعم والله. والحين عندنا بعد بندر نايف. صحيح. طبعا الفترة اللي دخلت فيها النادي كان مشعل نايف مع المنتخب الخليجي 13 او 14 اعتقد. 14. اي نعم. 14. اللي اخذناه 13 و14. للأمانة شجعنا. طبعا احنا كنا نشوف اللاعبين المنتخب في التلفزيون. صحيح. وتشوف عندك مشعل، وطبعا كان له اصدقائه كانوا يقعدون عنده، في محمد العدواني بعد، كان محمد العدواني كذلك. صحيح. لكن المميزين كان يجيب البيت بشكل يومي الكابتن فرج لهيب. حلو. فشجعنا ان ندخل النادي ونمارس اللعبه هذه، فدخلت نادي النصر. بداياتك تحت سن كم يعني بالضبط؟ بديت عمري 7 سنوات أو 8 سنوات تقريبا. حلو. تدرجت. والصدفه الحلوه ان كان اول يوم تدريب لي مسكني الكابتن خالد شليمي. يعني كان شيء جدا مميز، كان تو اعتقد بعد خليجي 13. اي، فكان شعور جدا مميز وشجعني وحفزني استمر بالنادي. لعبت بفريق المدرسه؟ اي، لعبت فريق المدارس ليه الثانويه يعني. ليه الثانويه؟ اي، وشاركت كان في منتخب المدارس. اي، شاركت مع منتخب المدارس في المغرب؟ لا، في اليمن. في اليمن وحققنا المركز الثالث، علما ان الفرق المشاركه منتخب الامارات اللي حققوا كاس اسيا. يعني حلو. بعد البطوله راحوا كاس اسيا وحققوا كاس اسيا. صحيح. واللي اخذ المركز الاول منتخب اليمن، لكن في شك للامانه في الاعمار، لان ما كانوا واقفين على الاعمار على. صح. على الدراسه. محمد، انت لازلت تلعب في نادي النصر وانت الحارس الاول في نادي النصر وكابتن الفريق، من بداياتك تتذكر في لاعبين استمروا معاك لا زالوا يلعبون وياك؟ طبعا اكيد في عندنا مجموعه كبيره بدينا مع بعض، طبعا شاركوني في المراحل السنيه. صحيح. في النادي والمراحل السنيه في المنتخب الى الاولمبي الى الفريق الاول. عبد الله عبد العزيز، فيصل مبارك، احمد ناصر رشيدي. فيصل مبارك الباك اليمين. ايوه. حلو. كان معانا كذلك تغيم اخوه احمد ناصر. صحيح. للامانه كانوا لاعبين مميزين، وحاليا طبعا يعني في بعض اللي منهم راح حق نادي ثاني، واللي مستمرين معنا بنفس النادي فيصل مبارك وعبد الله عبد العزيز. في المرحله هذه لك ذكرى حلوه تذكرها، موقف معين ابد ما تنساه؟ للامانه كانت في احنا كنا تحت 16. حلو. وتحت 19 كان ماسكهم الكابتن علي الشمري. فكان عندهم نقص اللاعبين، تقريبا كان عنده 7 لاعبين خاصه المرحله هذه. ايه؟ يغذون الفريق الاول. صحيح. فدائما يكون فيها نقص ومشاكل بالعدد. صحيح. فطلبنا انا وعبد الله العنزي وفيصل مبارك. حلو. فكملنا الفريق معاهم. تصور ان دوري كامل لعبنا معهم يمكن من رابع مباراه الى نهايه الدوري احنا بس 11 لاعب. بس 11 لاعب، ما في احتياط نهائيا. حلو. والشيء العجيب ان حققنا الدوري. حققت الدوري. حققنا الدوري. كان يعني في حاله الاصابه ما كان بالمره، يعني ما في يعني لو واحد بغلط يغطي. شيل اصابك وكمل، شيل اصابك وكمل، ما في مجال. يعني اذا تعور عندنا مدافع نصعد المدافع نوديه هجوم والمهاجم نرجعه، ولكن كان للامانه الفريق هذا كان يمتاز بالروح اكثر. حلو. شنو مشكلة رقم 12 وياك؟ رقم 12
مواليدي رقم 12 حلو يوم 8 حلو وبنتي يوم 12 بعد بس 12 اي فصار عندي الرقم هذا الله يخليه ويطول عمرك يا رب. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع الكابتن محمد هادي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين. محمد وصلت معاك للفقرة التاريخية والأحداث التاريخية تكون راسخة وحتى نحن عندنا لقطات بنوريك إياها وتحدث فيها. إيش رأيك؟ فكال خلنا نوريك الفقرة الأولى واللحظات الأخيرة دقيقة وقت بدل ضايع. شوف هذه الكرة خطيرة خطيرة هذه الكرة جمعة سعيد انهاها جمعة سعيد قول لي طيب. سالفتها شنو سالفتها هذه؟ مؤلمة شنو بالضبط؟ لا مو بس مؤلمة يعني جرحة كل ما تذكر يعني مؤلمة أكثر للأمانة. مباراة كبيرة ضد نادي الكويت في كأس ولي العهد. أي سنة تذكر؟ الموسم اللي طاف. الموسم اللي طاف. الموسم اللي طاف وصلت لدقيقة 120 وهذا كان هدفنا لأنه يا أما نقبل 1-0 وننهي المباراة أو إنه ركلات الترجيح. الترجيح عاد هذه صحيح. المصادفة إني أنا كنت مسوي شغلة إني حاط كل لاعب من لاعبين الكويت أخذتهم على مدار 3 سنوات وين كان يسدد. صحيح. فالأغلب إنه في بعضهم اللي لعب مثلاً 3 كرات يمين وواحدة شمال فثابت إنه لفيت طالعت الوقت صغيرة شيء موجودة بالغرفة غرفة الملعب بس فذكرى للأمانة مؤلمة. ما صارت ركلة ترجيح؟ لا خلاص إنزين. أنا بوريك اللقطة الثانية والفقرة الثانية. مشاهدكم كلها مؤلمة. أبيك تسولف نقول. للأمانة المباراة هذه كانت مباراة دراماتيكية. حلو. خاصة في بطولة الخليجية سنة 2014. حلو. أمام فريق الخليطيات القطري. أول تقريبا سجلنا هدف أول 7 دقائق. حلو. وراها 2 أو 3 دقائق صار في بلنتي. حلو. حق الخليطيات. حق الخليطيات. حلو. وصديت البلنتي. صديت البلنتي. فكحارس مرمى دافع كبير لك انك تقدم مباراه كبيره خاصه. صحيح. ان هذه بدايتك. احنا دائما حراس المرمى نقول اهم كره اول كره. صحيح. عشان هي تعطيك التركيز والتواصل. صح عدل. فالكره اللي بعدها على طول تعرضت لاصابه. حاولت اني اكمل المباراه لكن ما قدرت. طلعت بنقاله ورحت على طول المستشفى. شنو كانت اصابتك بالضبط؟ كان عندي تمزق باربطه الكتف. سلامتك. الله يسلمك يا رب. سؤال الاخير بسالك اياه. قبل لا تلعب حارس مرمى شنو لعبت؟ لعبت نص صانع لعب. ليش ما كملت؟ في لا. احسن منك؟ لا مو احسن. يعني الفتره اللي كنت العب فيها للامانه يعني انا حتى سبق وسجلت على فريقك الساميه فريق وانا حارس مرمى. حلو. سجلت فاول. حلو. لكن عسى الله يوفقك ان شاء الله. يعني يا رب. لكن زاد عندي الوزن. حلو. وحتى يعني بعد ما نزل وزني بعدين للامانه موضوع الجري هذا ما احبه. ما تحبه. هي. محمد هادي مشكور وما قصرت وانا سعيد جدا في اللقاء. الله يخليك يا رب وانا متشرف اني اكون معاك. تاريخ كبير والله. يسلم عمرك يا حبيبي ما قصرت. كان معانا محمد هادي لاعب نادي النصر ولاعب منتخب الكويت. مشكور يا محمد هادي وما قصرت. نلتقي معاكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. مع السلامه.